اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، اخصائي البطنه العامه. النهارده هنعمل تمارين على رسم القلب للناس اللي شافت الفيديو بتاع رسم القلب او اللي عايزه تمرن نفسها على رسم القلب. واللي حابب يشوف الفيديو بتاع رسم القلب وشرح رسم القلب هنكتبه تحت في الوصف، او هنكتب كمان اللينك بتاعه هنا، وممكن تبحث انت تكتب طبيب البطنه العامه شرح رسم القلب ونظامنا في التمارين دي. انا هجيب الصوره بتاعه رسم القلب ده وهستنى بس 5 ثواني. طبعا 5 ثواني مش عشان تجاوب، 5 ثواني عشان توقف انت الصورة لحد ما تفكر براحتك، وبعد كده تشغل هتكون انا قلت الاجابة وعرفنا الاجابة مع بعض. دي اول صورة. طبعا رسم القلب لما تشوفه المفروض تعلق على كل النقط اللي احنا قلنا عليها في رسم القلب هناك، الريت، الريزم، الاكسس، مش عارف ايه، كل حاجة يعني. لكن انا هنا هنقول النقطة المهمة والتشخيص من الاخر يعني وليه. فرسم القلب ده مثلا التشخيص بتاعه طبعا AF، Atrial Fibrillation. انا لو جيت ابص على البيهات مش هلاقي بيهات، هلاقي حاجه اسمها Fibrillatory Waves، وكمان طبعا هو Irregular والQRS Narrow، فعشان كده ده AF، مفيش بيهات، Irregular والQRS Narrow. الصوره اللي بعد كده لما نبص هنا هنلاقي في ST Elevation في Lead 2 وLead 3 و AVF، طبعا ده inferior myocardial infarction. طبعا ال ST depression اللي في الاماكن التانية دي بتبقى حاجة اسمها reciprocal changes. ده رقم 3، هي من الاخر دي VTAC، ventricular tachycardia. ال VTAC ان هي white QRS وبمعدل اكتر من 100، فدي VTAC. انت ممكن لو شفت رسم قلب 12 leads تقعد تقول طب في هنا RSR pattern، طب المهم ان دي VTAC. VTAC لازم ناخد بالنا، كلنا متعودين ان الVTAC بيجيبها لك ستريب واحد كده، لو جيبها لك في 12 لينف بليز زي ده ممكن تتلخبط. رقم 4، هنا طبعا في رقم 4 الهارت ريت برادي، ناخد من الريزم بقى هنا مثلا QRS complex، وهنا QRS complex بينهم كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حوالي مثلا 10 مربعات 300، يعني ده ماشي بمعدل مثلا 35 ولا حاجة. لكن مفيش علاقة بين البيهات، ادي بي، في هنا بي، ادي بي، ادي بي، 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 فمفيش علاقة بين البيهات وبين الكيو ار اس. الكيو ار اس دي البي بينها وبين البي دي كبير، مسافة كبيرة. هنا الكيو ار اس دي والبي دي مسافة منها صغيرة، هنا في بي ومفيش كيو ار اس، هنا في كيو ار اس ومفيش بي قبلها، البي دي بعيدة، وهكذا. فمفيش علاقة بين الكيو ار اس وبين البي اقدر اربطها، والهارت ريت برادي، فده كومبليت هارت بلوك. رقم 5، بلوك رايت باند برانش بلوك، لان في هنا الار اس ار باترن، انا هنا لما اجي امشي الاقي هنا ار وبعدين اس وبعدين ار، والوايت وايت كيو ار اس كومبلكس، والكلام ده موجود في ليد 1 في 1 وليد في 2 وفي 3، وممكن نكمل شويه هنا في في 4، فده رايت باند برانش بلوك. رقم 6، دي طبعا هنلقطها من الاستريب اسرع، نارو كيو ار اس كومبلكس وريجولار ورابيد هارت ريت، فدي طبعا حاله سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. رقم 7، نكبرها مثلا شويه. طبعا هي رقم 7 دي صعبه شويه، لكن هي وولف باركنسون سندروم، اللي هي بنعرفها بشورت بي ار انترفال، المسافه بتاعت البي ار انترفال اللي احنا قلنا عليها في الشرح. في حاجة اسمها دلتا ويف، دلتا ويف اللي هي دي ممكن تكون مش واضحة شوية، لكن عموما الكيو ار اس كومبلكس مش طالعة شارب كده، لا هي طالعة بميل الاول، في ميل الاول كده وبعدين كده، الميل ده اسمه دلتا ويف، وساعات يبقى فيه نوتش كده او لا، لكن هي دي الدلتا ويف. فالشورت بي ار انترفال مع دلتا ويف ده اسمه وولف باركنسون سندروم. رقم 8، طبعا هنا في رقم 8 في اس تي اليفيشن في ليد في 2 وفي 3 وفي 4 ويعني وفي 5 وفي 6، فده ام اي طبعا انترولاترال ام اي. رقم 9، في رقم 9 هنا في حاجه اسمها البريماتور فنتريكولار كونتراكشن، بلاقي الكيو ار اس هنا كلها نارو، دي نارو، دي نارو، واجي هنا الاقي واحده زي ما قلنا بيزار شيب وواسعه، ومش ما فيش قبلها بي ويف وهكذا، ونلاقي هنا بعد كده
نارو، فدي اسمها بي في سي او بري ماتيور فنتريكولار كونتراكشن. طبعا هي ممكن تيجي باترن زي دي، مثلا كل ثلاثة بتيجي واحده، فاسميها مثلا تريجيميني او كوادريجيميني وهكذا، وممكن تيجي لوحدها، لكن عموما دي بي في سي. رقم 10 دي طبعا حالة في تاك فنتريكولار تاكيكارديا، الكيو ار اس وايد ورابد طبعا زي ما قلنا بمعدل اكتر من 100، لكن هي كمان مش واخده نفس الشكل في كل الليدز، فدي حاجه اسمها بوليمورفيك في تاك، في مونومورفيك وفي بوليمورفيك، فدي بوليمورفيك في تاك او بيسموها تروسوا دو بوا ده بالفرنساوي. طبعا ده رقم 11. رقم 11 هنا حاجه اسمها ايديو فنتريكولار ريزم، ده يعني الفنتريكلز هي اللي شغاله بالايديو فنتريكولار ريزم بتاعها، مفيش امبلس جايه من الاتريا، مفيش بي ويف، هو ماشي ريجولار وبرادي وبيزار او وايد كيو ار اس. 12 في 12 برضو هنا هي حاجه غريبه شويه او حاجه صعبه شويه، لكن هي حاجه اسمها الكاردياك بيسنج، يعني الراجل ده مركب بيس ميكر. البيس ميكر بيبان في رسم القلب بسبارك او الفاير اللي بتطلع هنا، الشرطه اللي هي الحاده دي سبارك بتاع البيس ميكر، وفي وراها كمان واحده سبارك، لان هو ممكن يكون اتريال بيس ميكر بس او اتريال بيسنج، وممكن يكون دول تشامبر بيسنج اللي هو اتريال وفنتريكولار بيسنج زي هنا. يعني من الاخر لو لقيت سبارك واحده بس قبل كل بي بقول عليه ان ده اتريال بيسنج او اتريال بيس ميكر، لو لقيت سبارك زي هنا بقى سبارك قبل البي وسبارك كمان اهي قبل كيو ار اس، فده بسميه دول تشامبر بيسنج، يعني الراجل ده مركب بيس ميكر، فانا بقول ان ده دول تشامبر بيسنج لان فيه تو سبارك، واحد قبل البي وواحد قبل الكيو ار اس كومبلكس. رقم 12 ده ساينس تاكي كارديا، رسم القلب عادي مفيش فيه مشكلة خالص لكنه تاكي شوية، لو حسبناه بالظبط هنلاقي هنا مثلا مسافة بين هنا وهنا أقل شوية من التلات مربعات، فنسبة 300 على أقل من 3 هيطلع الريت حوالي 100 وشوية، فعشان كده هو ده ساينس تاكي كارديا. دي رقم 13 طبعا دي اتريال فلاتر، البي ويفز دي او السو توث ابيرانس او سنان المنشار، طبعا دي مميزه في الاتريال فلاتر والكيو ار اس نارو وريجولار، دي اسمها اتريال فلاتر. 14 برضو ده اي سي جي طبيعي خالص لكن هو برادي، فهو ده اسمه ساينس برادي كارديا، لان الكيو ار اس نارو والتي ويف عادي والبي وكل المسافات كويسه لكن هو برادي، فده ساينس برادي كارديا. 15 دي برضو نارو كيو ار اس كومبلكس، وطبعا هي رابيد او تاكي كارديا يعني وريجولار، فدي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا اس في تي. 16 بريماتيور اتريال كونتراكشن، الكيو ار اس كلها ماشيه طبيعي ونارو، هنا برضو نارو لكن مختلفه في الشكل عن الباقيين، وكمان البي اللي قبلها البي مختلفة عن البيهات اللي قبل كده، البيهات هنا ماشية بشكل واحد اهي، كل البيهات دي شبه بعض، لكن اجي هنا الاقي البي دي اختلفت والاقي وراها كيو ار اس نارو لكن كمان مختلف عن الباقيين، فدي اسمها بريماتيور اتريال كونتراكشن اللي هي دي. 17 هنا برضو ده حالة اي اف اتريال فيبريليشن، الكيو ار اس نارو وايريجولار، الريجولار فدي حالة اي اف ومفيش بيهات قادر اطلعها. رقم 18 طالما برادي بالشكل ده عايز اعرف في بلوكات ولا لا، فطبعا هو في بلوكات، مش كل بي ويف وراها كيو ار اس كومبلكس، فانا هشوف العلاقة فهلاقي ان هنا البي ار انترفال المسافة اللي هنا دي بالشكل ده طولت هنا شوية وبعدين طولت هنا اكتر وبعدين جت هنا بي ومفيش هنا كيو ار اس كومبلكس، فده سكند ديجري هارت بلوك اللي هو موبيتس تايب 1، المسافه اللي هي البي ار انترفال بدات تطول 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 وبعدين يجي بي ما يجيش وراها كيو ار اس كومبلكس، وبعدين نبدا نعيد السايكل تاني من جديد، تلاقي المسافه هنا قصيره بعد كده المسافه تطول تطول وهكذا. دي رقم 19 هنا برضو الهارت ريت برادي، وببحث على البلوكات فبلاقي ان ادي بي وادي بي وبعدين جت كيو ار اس كومبلكس، وبعدين اجي هنا بي وادي بي الاقي كيو ار اس كومبلكس، وبعدين ادي بي وبي وبعدين كيو ار اس كومبلكس،
وهكذا. يعني كل 2 بي، كل 2 بي وراهم كيو ار اس كومبلكس، فده سكند ديجري هارت بلوك اللي هو موبيتس تايب 2. وطبعا ممكن يجي في باترن تاني، ممكن الاقي مثلا كل 3 بي يجي كيو ار اس كومبلكس، 3 بي يجي كيو ار اس كومبلكس، 3 بي وهكذا، فعلى حسب هو باي جيميني ولا تراي جيميني ولا ايه بالظبط. رقم 20، هو في برولونجد بي ار انترفال، برولونجد فيكسد بي ار انترفال، يعني لما اجي اشوف المسافه دي من بدايه البي لبدايه الكيو ار اس كومبلكس هلاقيها عدت المربع الكبير، هنا بالظبط اهي معديه المربع الكبير بكتير طبعا، وفيكسد في كل الليدز في كل الكومبلكس زي بعضها، فدي فيرست ديجري هارت بلوك. 21، طبعا هنا بغض النظر عن الار اس ار باترن ده مالكش دعوه بيها يعني، او سيبك منها خالص، هو عايز يتكلم ان ده هارت بلوك، وعايز يتكلم عن علاقه البيهات وعلاقه الكيو ار اس كومبلكس. فاجي هنا الاقي بي، ادي بي وادي بي وادي بي وادي بي، وهنا في بي مخفيه في التي، وادي بي هنا بي برضو مخفيه في الكومبلكس، هنا بي هنا بي وهكذا، ادي البيهات ماشيه في ناحيه، والكيو ار اس كيو ار اس كيو ار اس كيو ار اس وهكذا، فالبيهات مفيش علاقه بينها وبين الكيو ار اس كومبلكس ده، حتى هنا جت في وسطها تقريبا البي في وسط الكيو ار اس كومبلكس، يعني مفيش اي علاقه بين الكيو ار اس كومبلكس وبين البيهات، فده كومبليت هارت بلوك. 22، طبعا دي قلنا عليها قبل كده اللي هي في تاك فينتريكولار تاكيكارديا، الكيو ار اس وايد وريجولار ورابيد او تاكي كارديا، ودي كلها مونومورفيك يعني كلها شكل بعض اهي، فهي دي المونومورفيك في تاك. اللي تحت ده طبعا اسيستول، اسيستول ما فيش اي الكتريسيتي في الهارت اصلا، راجل ميت. 23، طبعا دي حالة فينتريكولار فيبريليشن، دي طبعا طوارئ برضو هي والفي تاك طبعا والاسيستول والحاجات دي، حالات الاريست كلها ممكن نلاقي فيها الحاجات دي، دي في فينتريكولار فيبريليشن، الكيو ار اس بيزار ومش شبه بعض وما فيش واحده شبه التانية، وهي تعتبر فيبريلاتوري ويفز بالنسبه للفينتريكل بالشكل ده بالظبط. 24، هنا لو لاحظنا هنلاقي ان اللي شايفينه او لفت انتباهنا ان بيك تي ويف، تي ويف هنا طويله جدا تقريبا في معظم الشيست ليدز، ادي تي ويفز تي ويف تي ويف تي ويف تي ويف تي ويف وهكذا، فهي دي حاله هايبر كاليميا. رقم 25، هنا برضو لو بصينا هنلاقي ان اكتر حاجه ملاحظه ان في هنا باي فيزيك هنا كده انفيرتد تي، وهنا باي فيزيك تي في ليد 2 انفيرتد، في ليد 3 باي فيزيك، واربعة وخمسة الى حد كبير هنا برضو يعتبر فلات او انفيرتد، فكل دي طبعا حالة هايبوكاليميا، انفيرتد او باي فيزيك تي ويف هايبوكاليميا. 26، لو جيت ابص هنا في الاي سي جي ده هلاقي ان في كيو ويفز في ليد 2 وليد 3 وليد اي في اف، فده طبعا الكيوهات دي غالبا ده اولد انفيرور ام اي، طبعا احنا قلنا هناك في الشرح بقى ممكن يكون ريسنت لكن هو غالبا اولد. رقم 27، حتى هو هنا عامل سهم للتوضيح شويه اهو مغششكم، الملاحظ في الاي سي جي ده ان البي ويف اطول من 2.5 صغيرين المربعين الصغير، فدي طبعا حاله بي بالمونال بي طويله لفوق. 28، هنا طبعا في الاي سي جي ده مثلا لو جينا نبص على الاكسس هنلاقي ان الاكسس ده رايت اكسس ديفيشن، كمان لو لاحظنا هنلاقي بقى ان في هنا اس في ليد واحد اس، وهلاقي هنا في كيو في ليد 3 وهلاقي تي في ليد 3، فالباترن ده اللي احنا قلنا عليه اس 1 كيو 3 تي 3 ده طبعا مع البلمونري امبوليزم، وبيدعم كلامنا اكتر كمان ان في رايت باندل برانش بلوك الار اس ار دي باترن اللي هنا دي، واللي هنا برضو ار اس ار باترن دي، هي طبعا طالعه هنا ار وبعدين اس وبعدين ار تانية صغيره، دي ار اس ار باترن في ليد في 1 و2 و3 رايت باندل برانش بلوك مع رايت اكسس ديفيجن مع اس 1 كيو 3 تي 3، ده طبعا فيري سجستيف لماسيف بالمونري امبلزم. رقم 29، طبعا بغض النظر برضو عن الاكسس اللي هو الرايت اكسس ديفيجن ده، هو في هنا الار بروجريشن اللي كنا اتكلمنا برضو عليه في الفيديو، هنا بقى في طول ار في ليد في 1
واتنين وتلاتة، وده طبعا في حالة ال right ventricular hypertrophy. وطبعا في inverted T wave لأن ده اسمه strain right ventricular hypertrophy with strain pattern. رقم 30 طبعا دي حالة left ventricular hypertrophy، يعني لما بجمع ال R اللي في lead في 6 مع ال S اللي في في 1 بيكونوا أكتر من 7 مربعات، فده left ventricular hypertrophy. ولو جينا نبص على الأكسس بالمرة هنا كده هنلاقي إن ده غالبا left axis deficient، لأن هنا ال S دي تقريبا أكتر من ال R دي. وفي النهاية نحب أشكركم، اشترك في القناة، اعمل لايك وشير، وشكرا ليكم.